تمكنت عناصر فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سمسيلت بالتنسيق مع فرقة الدرك الوطني برج بنعامة من وضع حد لشبكة إجرامية منظمة تتكون من 4 أفراد تتراوح أعمارهم بين العشرينيات والثلاثينيات من العمر، تمتهن ترويج المخدرات كيف معالج بالإقليم الحضاري. بعد عملية مراقبة وترصد لأفراد الشبكة الإجرامية ووضع خطة أمنية محكمة، مكنتنا من توقيف 4 أشخاص وحجز مركبتين وكمية من المخدرات كيف معالج عبارة عن صفائح قدر وزنها الإجمالي ب1 كيلوغرام و100 غرام. بعد الانتهاء من مجريات التحقيق تم إنجاز ملف قضائي ضد المتورطين وتقديمهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة برج بنعامة.